أهلا بكم مشاهدينا. إطلاق الألعاب النارية في منتصف الليل لترحيب ببدء العام الجديد في الأول من يناير هو عرض تقليدي في العديد من المدن من بينها برلين، لكن هذا العام فرضت الحكومة الألمانية حظراً على الألعاب النارية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد أن سجلت الوفيات المرتبطة بكورونا في ألمانيا رقماً قياسياً يومياً يوم أمس بأكثر من 1000 حالة وفاة. عرضت شركة بوستن داينامكس للروبوتات حركات رقص الروبوت في فيديو العام الجديد، وكتبت الشركة: اجتمع طاقمنا بالكامل للاحتفال ببداية عام، نأمل أن يكون أكثر سعادة. وعلى مر السنين أبهرت روبوتاتها العالم برجال آليين نابضين بالحياة وقادرين على صعود السلالم والقفز وحتى فتح الأبواب. على غير العادة يخطط الباريسيون لإبقاء احتفالاتهم بسيطة هذا العام، فعادة ما يتدفق الكثيرون على النقاط الساخنة في العاصمة مثل شانزليزيه، لكن هذا العام سيمنعهم من ذلك حظر التجول والإجراءات الصحية الصارمة في ظل الأزمة الصحية المستمرة. لن تغيب حفلة رأس السنة الموسيقية التقليدية عن فيينا هذه السنة، لكنها ستقام من دون جمهور بسبب انتشار كورونا. فالموسيقيون سيعزفون أمام قاعة فارغة للمرة الأولى منذ بدء إقامة هذه الحفلة في عام 1939. ولملء لحظات الصمت ستبث محطة ORF الحكومية التصفيق المباشر ل7000 من عشاق الموسيقى الذين يتابعون الحفلة عبر الإنترنت في منازلهم. لأول مرة وفي ظل الأوقات الصعبة للترحيب بالعام الجديد سيقام أكبر حفل كي بوب عبر الإنترنت وبثه في جميع أنحاء العالم مجاناً في الأول من يناير في حدث خاص لتشجيع ونقل الأمل إلى الناس. حفل SM Town Live سيتم بثه عبر منصات التواصل المختلفة وفقاً لإجراءات كورونا، وسيكون الجمهور من منازلهم على موعد موسيقي مع أشهر فناني الكي بوب العالميين من شركة SM الترفيهية. عودة لمتابعة باقي فقرات صباح العربية.